هل في اتجاه لتقدم التماس للسيد وزير الطيران لوزارة الطيران المدني إعادة تحقيق يرجعوا الرخص؟ يعني في إجراءات هتاخدها حضرتك؟ بكرة الصبح. بكرة الصبح إن شاء الله. تعمل إيه يا فندم؟ رايح إن شاء الله لسلطة الطيران المدني وللوزارة، هقدم التماس بإعادة النظر في العقوبة ولا في تحقيقات؟ لا، في العقوبة. في العقوبة. التحقيقات، ما هو في الراجل ده عمل خطأ، فلا بد من في عقوبة. فأنا التماس بس بمراجعة العقوبة، مراجعة ليس أكثر ولا أقل. يعني ما تقدمونيش، هي معناها كده حضرتك بتقوله. تتوقع ده؟ تتوقع إنه يبقى في تسامح أو يعني في عقوبة بس مش سحب الرخصة مدى الحياة يعني؟ بالظبط. أو حتى حضرتك، طبعا أنا ما أقدرش أملي اللي طبعًا. أنا بقوله على حد. نعم. لكن مثلا إن حضرتك ممنوع من الطيران داخل جمهورية مصر، سبت لك باب صغير كده انك ممكن تقدر تسافر اي حته تقدر تشتغل فيها، انما القطع خالص يقولوا يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. لا، ولو عملوا كده هتتخطف من مليون حته. الحمد لله فندم. الشهاده ولسه في ناس مكلمينا وبعتلي انه الحمد لله فندم. كنا بنسقف له لما بينزل بالطياره. والله العظيم تنافس احمد من يعني القدره. الحمد لله يا فندم، الحمد لله يا رب. في اي مكان حضرتك بتخش فيه بتبقى سمعتك سبقك، وبتقابل مقابله الناس اللي سمعتهم كويسه وناس محترمين، ودي في حد ذاتها كبيره عندي. فهي حضرتك بس يعني سيب لي شباك، سيب لي باب موارب اقدر اتصرف منه، انما اتمنى يراجعوا نفسهم في يعني في العقوبه يعني. وقع عليا بس بلاش. لا وقع طبعا، ما انت في خطا حضرتك معترف بيه وقلت يعني معترف بيه. بالظبط. بالظبط. ولو كان حدث قبل كده معايا إيه، لا ما يعدمني. لا دي اول مره. اول مره في حياتي كلها. طبعا طبعا اول مره. طبعا. ومش عشان اصل في بعض الناس حضرتك قالت ايه، ما هو اصله علشان كان الفنان محمد رمضان فانت عايز تاخد شهره على حساب الفنان. لا، مين اللي قالك شهره؟ ايه بقول لحضرتك، انا القامات اللي ركبت معايا قامات كبيره لا تقارن، لا تقارن. شرفتني مره ثانيه. شرفتني يا فندم والله بجد. والله حضرتك اللي شرفتني جدا، وكل التحيه لحضرتك.